يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كلام ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي لما ذكر عقوبات المعاصي ذكر عقوبة فرعون وقومه، قال رحمه الله: فالأرواح للحرق والأبدان للغرق. هل معنى ذلك أن تعذب؟ يعني الأرواح للحرق يعني تعذب بالحريق، تعذب بالحريق، لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هل معنى ذلك أنهم يحترقون ويموتون؟ لا، يحترقون والعياذ بالله ولا يموتون. نعم. يقول: وهل معنى ذلك أن الأبدان لا تعذب لأنها قد غرقت وأن العذاب للروح؟ لا، التعذيب للأبدان وللأرواح، الأبدان وللأرواح بلا شك، هذا شيء معروف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: مما خطيئاتهم أغرقوا، أغرقت أجسامهم فأدخلوا نارا، أدخلت أجسامهم وأرواحهم نارا. نعم.